لقب هذه البطولة، ولما لا ووصل للنهائي وخسر 85 أمام دايو الكوري، وخسر كذلك في 2012 أمام فريق نادي طبعا أولسان. والتسديدة هدف أول يا ولد، هدف أول يا ولد يا ولد، عمر السومة، هي دقيقة واحدة، عمر السومة، عمر السومة أمامنا يسجل هنا الهدف الرابع لهذا النجم، عنده 6 أهداف من قبل في إيران، هذا النجم اللي بيسجل عمر السومة أول هدف، انطلاقة للراقي، انطلاقة لقلعة الكؤوس النادي الأهلي بأداء وبهدف هنا ومتابعة. أدي أمامنا هنا سيرجي ريماروف الأوكراني المدرب الجديد، وأدي أمامنا الإعادة، أدي الكرة من اللاعب الجديد ليوناردو عمر السومة، استلام حلو قوي، أدي صالح، صالح صالح، ولكن بقى الابن الصالح، الابن البار عمر السومة لأهلي جدة، أهلي السعودي، يجيب ويسجل في مرمى الحارس علي رضا بن نواند هدف التقدم. شوف البداية، عيني يا عيني على البداية، بداية تفرح من النادي الأهلي، بداية تفرح عن طريق عمر السومة، هي دقيقة، هي دقيقة كانت كافية لافتتاح النتيجة. بص شوف عمر السومة 108 هدف مع النادي الأهلي خلال مشواره مع النادي الأهلي قادما من نادي القادسية، لعب 5 لقاء. ليوناردو بيخش دايما يقطب لجوه، هيعملها، يعملها بينية في اتجاه عمر السومة، لكن صالح يا ولد، ليوناردو جول، ليوناردو جول يا ولد، ليوناردو دي سوزا، خلاص خلاص، خد عين زملائه، خد ثقة الجميع، اعتمد نفسه بقوة، أوراق اعتماد البرازيلي ليوناردو دي سيلفا في اللقطة اللي أمامنا، في هذه اللقطة، هذه أمامنا ليوناردو، ليوناردو أمامنا يسجل هنا ويرقص السامبا البرازيلية، الراقي بأداء راقي، وأداء هنا بقى فيه تناغم وفيه الأوركسترا السيمفوني السلطاني في صدارة عمان، لكن النهاردة السيمفونية عاملها النادي الأهلي. بص شوف الأهلي، بص شوف الأهلي بيعمل إيه يا ولد، يا صالح يا ولد يا صالح، تمريرة صالحة من صالح، وليوناردو دي سوزا دا سيلفا أمامنا هنا المتألق في هذه الكرة يسجل ليوناردو. شوف يعني وسع لنفسه بالقدم اليمنى، يضعها في مرمى علي رضا، وينال ليوناردو كل الرضا، كل الرضا يا ليوناردو. بعد الآن سومة في الدقيقة الثانية، وليوناردو في الدقيقة 58، وهنا يسجل الفريق الإيراني هدف تقليص النتيجة، هدف تقليص النتيجة عن طريق اللاعب شجاع خليل زادة، شجاع خليل زادة اللي بيسجل في هذه الكرة. محمد الأنصاري لاعب المدافع قلبها براسه على طول، بقى هنا التكملة كانت في الهدف اللي سجل في هذه اللقطة. ادي امامنا هي الكرة الثابتة، اتلعبت الكرة الثابتة من بشار، وادي امامنا هنا يكملها في هذه الكرة وفي هذه اللقطة، ادي بشار البديل العراقي، وادي امامنا هنا شجاع رقم 3 هو اللي بيضعها في المرمى ويسجل هدف تقليص النتيجة. ادي الكرة اتلمست في اللقطة الماضية وكملها شجاع، ويبقى النتيجة 2-1، 2 الأهلي السعودي، 1 فريق نادي بيرس بوليس. أهلي السعودي في هذا اللقاء حتى الآن، ضغط بالفريق الإيراني، خطر جدا، جودوين، جودوين مانسا، هدف التعادل، هدف التعادل، جودوين مانسا النيجيري أمامنا القادم من بايكانو اللي لعب في مالطا ولعب في إسبانيا في كومبوستيلا، ظهرت أمامه المساحة. لسه بقول لحضراتكم حدث هبوط في أداء كلاوديمير دا سوزا وفي أداء وليد بخشوين، بدأ وسط الملعب يزيد على 4 مدافعين، بدأ يلعب الفريق الإيراني على المساحات ما بين الخطوط في الأهلي السعودي، ويسجل أمامنا هنا جودوين مانسا هدف التعادل في الدقيقة 84. معدل اللياقة عند الفريق الإيراني هو اللي أعاد الفريق الإيراني للقاء، هبوط في الأداء البدني للنادي الأهلي السعودي، ودي أمامنا هنا المساحة، وجودوين مانسا نيجيري بيسجل هدف التعادل في الدقيقة 84. خروج ليوناردو دا سوزا كان نقطة تحول في اللقاء، عندما خرج ليوناردو دا سوزا كانت نقطة التحول، لأن السيطرة اللي